السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحه جيده يا رب. مساء الحب، مساء الورد والياسمين على اغلى واحلى حبيبات على قلبي. وان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلاقيكم كامله مهنيين البنات. لا فيديو تاع اليوم بديتها لكم بحاجه حلوه، ان شاء الله ربي يحل كامل ايامكم. قولوا ان شاء الله يا ربي. راح نقرا كامل لي كومونتير اللي راح تدخلوهم لي، وحبيت باش نبارطاجي معكم هذه لا فيديو. دوكا رانا ليله عرفه، ان شاء الله غدوه ان شاء الله في يوم عرفه راح تلحقكم كامل هذه لا فيديو. ونتمنى من كل قلبي من جميع وحده متمنيه حاجه في حياتها، ان شاء الله يا ربي ربي يحققها لها ان شاء الله. قولوا برك امين وكثروا الدعاء في هذا اليوم المميز والمبارك، واليوم اللي ربي يستجب فيه الدعاء ان شاء الله يا رب. هنا البنات كيما على بالكم، نهار تاع اي مره خدامه ولا قاعده في الدار ولا تقرا ولا الميناج داخل فيها، يعني ما تقدريش تخلي الدار هكا. انا اليوم حكيتها ماشي بطبع وشان، حكيتها هكذا كبر، درت لها شويه تاع جافيل شويه تاع ايزيس، وحكمت هذاك الحبل هذوك العيون كامل حكيتهم. وعلاش انا نقول لكم ماشي بطبع وشان؟ بيسكو علاش مام هذوك الريسان تحتانيين ما حكيتهمش، جو خدمتها غير هكذاك ليسونسييل تبان مقيه. بيسكو علاش؟ انا نحب كي نجي نطيب فوق لابلاك تاعي نحب نصيبها مقيه، وكي نكمل نحب نزيد نقيها، ما نحبش نلقاها فريمون هكاك مسبكه ولا صغار فريمون، وين نخليها هكذاك ونروح نطيب فوقها الا كنت فريمون مزروبه وما عنديش الوقت. هنايا حكيت هادو العيون الفوقانيين التحتانيين، قلت لكم البنات ما حكيتهمش بيسكو يشدوا لي الوقت. انا عندي طريقه سبيسيال باش نحكهم وتخرج فيهم هذيك لا بريونس. اذا كنتو انتريسي وحبيت نبارطاجيها معاكم ما كان حتى مشكل، من عينيا التنين. ابخي ما كملت واش درت؟ حكمت البابي، انا دائما نستعمل البابي باش ينشفها لي مليح وما تقعدش كيما نقولوا هكذاك مدبه، تقعد فيها واحد لابريونس هايله. من جهه واحده كنت كملت شغلي وجيت نبارطاجي معاكم هادو لي مسك بزاف بزاف شابين يا البنات صدقوني. واش نقولكم على الريحه اللي تقعد فيكم والداين ما شاء الله، يعني من جميع وحده راهي رايحه عروسه وما ديتيهمش هكي طراطي، ومن جميع وحده عروسه ولا عندك شحال زواج وما ديتيش منهم، نقول لك والله يا اختي غير راكي طراطي. واحد الريحه، ريحه النقا، وشحال تقعد في الكوغ تاعكم في حوايجكم، يعني داين لكم مده طويله من 24 ساعه حتى ل 48 ساعه تقعد تعبق في حوايجكم. وكي تجوزوا على اي واحد يقول لكم واش راكم دايرين، فريمون بزاف بزاف هايلين. هاد الخطره دخلوا هذا فرويتي جديد، وانا هذا هبلت عليه، كاين فلوغال كاين طهاره، يعني كل وحده والذوق تاعها. مي هما يتباعوا 3 فلاكون في باك واحد، اوليو تشري فلاكون واحد يسقام لكم بسومه غاليه، هادو بين 3 بسعر بزاف بزاف مناسب باغابوغ على لا كاليتي تاعهم وباغابوغ على الريحه تاعهم. اللي ما دتهمش نقول لك والله يا اختي غير فريمون صح راكي تراطي. انا هذا دوخني وليت ما نستغناش عليه، راني كل ما ندوش. وباش يقعد لكم مده طويله في الكوغ تاعكم تقدروا تستعملوه في رقبتكم تحت ليزيس تاعكم ما بين فخاتيكم، يعني هادو الاماكن اللي فيهم الاحتكاك بزاف باش هكا تخرج هذيك الريحه. وصدقوني راح تولوا تريحوا بريحه تنقى وريحه بزاف بزاف شابه، يعني فريمون بزاف هايل باغابور لو بري تاعو. حنخلي لكم واحد لوليا من جميع وحده حابه تكموندي بيسك ما فيه ما كاش نيميرو كيما العاده، هذا برك تدخلوا لهذاك لوليا تعمروا المعلومات تاعكم وهكذا يلحقكم حتى الباب الدار. وهنا البنات حندير لكم واحد البلا تقدروا ديروه نهار العيد يجيكم بزاف بزاف ويحمر الوجه، تقدروا ديروه في العرضات تاعكم. المهم راكم تعرفوني الوصفه تاعي توجور اللي تحمري بيهم وجهك وتقابلي بيهم وتبهري كامل الضيوف تاعكم. انا البنات كيما شتو توجور نحب هكذا ندير ساشي ولا لوين، كل خطا وش يكون قدامي، الا كان لوين نحط فيه ساشي. انا دوكا مع راني ما عنديش بزاف من الناس كنت هنا جوغ ماهوش كل حاجه قدامي، كل حاجه ولا راني حطتها سي بوغ سا درت غير ساشي. مي كي تكون هي ليان وتحطي فوقو هذاك الساشي ولا غير تجي بزاف بخاتيك وهيله غير تكملي ترفدي كلش ويرفد لكم بزاف كيما نقولوا لا بوبال بزاف. انا هنا رفد لي غير تاع الخضره. برك حبيت نقول لكم البنات انا القرعه تاعي سوا في الطعام ولا في الرش
الشتاء ولا ميم ساعات في الجوازة تاعك اللي يبان هذاك الشكل تاع القرعة، نحب نواسيها بالفرشيطة باش يقعد الشكل تاعها مميز وشباب. وصدقوني كي ديروها في الطعام ولا في الرجدة وتحطوها من الفوق تجي مخالفة. فوالا، وخيرت القرعة اللي فريمون تكون كبيرة، ما على باليش هنا الا راهي باينت لكم ولا لا. لا من الله يبارك، حبة فريمون تقدروا تقولوا فيها حتى نص رطل ولا قريب رطل بيسك كبيره بزاف. ومن بعد كي تفيديتها بهذه الطريقه الصوره راهي تبين لكم تري تري بيان، يعني بلا ما نهدر لكم لازم البنات تفيديوها. وكي تفيديوها ما تخلوهاش رقيقه في ليكوتي، وعلاش دوك تشوفوا كيفاش راح نستعملوها. من جهه واحده اخرى فرشت كامل هذيك اللوبيا ماشتو، فرشت زروديه، رشيت عليهم الملح باش ما يجوش سامجين يجو بنان، وحطيتهم يفورو، خليتهم يفورو غير واحد العشر دقائق هذا ما كان باش الخضره تاعي تقعد كما نقولوا شاده روحها ماشي طالقه كامل روحها. هنا درت البطاطا، درت الملح، وندير الماء. اذا عندكم سنينه تاع الثوم شويه تاع الرند يعني كيما حبيتوا تقدروا تزيدوها، ونخلي البطاطا تاعي تغلي. هكذا البنات الوحده تخدم من نومن حتى تكمل كامل شغلها، يد في الطياب ويد في الشغل، يد في التربيه وهي رايحه، ولا غير المرايا حليل تقسم روحها باش كما نقولوا هذاك النهار يجوز، وباش هذاك النهار تقدر تكون فيه اكثر انتاجا على اليوم اللي قبله. كل يوم تسعى باش كما قلت لكم تربح الوقت وتدير بزاف عفايس. هنايا على بالكم خدكم من الضروب على لي جون موت على العصائر وين ما يكونوا نكون حاضره. انا هذا واش نحب، تحطي لي الفاكهه هكذاك حبات، ولا تحطي لي الفاكهه مرحيه نفضلها تكون مرحيه، على بالي بلي ماشي صحيه كي تكون حبات سيميو، وهكذا الجسم تاعنا يمتصها وياخذ لي فيتامين خير وخير خير ما تكون مرحيه، راح تولي غير سكاكر هذا ما كان. مين الله غالب، كل وحده واش تحب. حطيت ليه فخاز، رانا في وقت وراه يدير غير 10000 بروفيتي، وانا كنت حابه ندير معجون مي والله مازال ما شريت، راني خايفه يخلص وما نديرش هذاك المعجون راهو في قلبي. قولوا لي برك اذا راكم حابين بارطاجي معكم معجون تاع لي فخاز، ان شاء الله باش هكا ندير القلب ونبارطاجيه معاكم بيسكو، لا غير غير نتوما اللي ديروا لي القلب. صراحه هنا حكمت حبيبه تاع قارص، نص خليتها بقشورها ونص نحيت هذاك القشور، نسحق غير واحد البنه خفيفه تاع القشور تاعها، نحيت لها كامل العظم. ومن بعد كي ترحت رحيت كاعنا الوسموم الدلع، صدقوني جا روعه، جا شحال بنين. وصفيته باش هكا اللي ما عندهاش هذوك لي غوبو اللي يصفوا منو من، يعني غير في البلاندر ولا بالميكسور راح تقدر دير هذا الجو ويجي كما قلت لكم منعش بارد فريمون، يطلع لكم المورال ومعمر بالانرجي. هنايا جبت لا سباتول باش هكا نسي كامل، نصفي هذاك الدلاع والقارص، نخليه يهبط غير الماء تاعو. فوالا كيما راكم تشوفوا، شكون اللي مضروب على العصائر كيما انا تخلي لي تحت في لي كومونتير يا اختي، نموت عليهم. ممكن نخرج برا نحب نشربهم، مي دوكا ولاو بزاف غاليين 60000 70000 مي وش راح نديرو، والله غالب. هنايا بعد ما طابت لي البطاطا، والله ما كان عندي الزبده البنات، ما كانش عندي الزبده، هو راهو بعيد وانا ما كاش هنا كيفاش نخرج نشري. الوغ واش درت، درت الحليب والفرماج هذا ما كان، نتوما زيدوا الزبده حتىجه باش درت الزبده، ولبستها ولا معزتها بهاد العفسه هذه هايله. اللي ما عندهاش نقول لك غير تشريها، عرفي برك طيحي في وحده تكون مليحه. بس كانت عندي وحده ولا غير عيانه كي شريت هذه دوزيام لي خرجت لي مليحه. كيما راكم تشوفوا من جهه واحده اخرى، انا قليت الطون، الطون هذا رميتو غير بالملح والفرينه وقليتو. نتوما تقدروا ديروا اللحم، تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا واش حبيتوا. هنا راح ندير معاكم واحد لاصوص اللي ترافقوها مع كاع المشاوي ديالكم، اللي هي حبيبه تاع البصل صغيره، نص حبيبه تاع زروديه، وريقه تاع الرند، وندير لهم الملح وفلفل الكحل، ونخليهم يتقلاو مليح مليح يعني حتى يتكراميليزا هذاك البصل. من جهه واحده اخرى نكون وجدت كاس تاع الماء مع مغرفه صغيره تاع المايزينا، ونحركهم بهذا الشكل ونرميهم فوق هذاك الخليط،
ونقعد نحرك فيهم نحرك فيهم حتى طيب لي هذيك المايزينا، باش هكا ما تخرج لكمش ريحه المايزينا، تخرج لكم غير ريحه البصل، واحد لاصوص فريمون بزاف بزاف بنه، وتمتم تعقد يعني ماكسيموم 5 دقائق وتكون عقدت لنا. دوك تشوفوا كيفاش تولي هكذا. ديجا هكذا تقدروا تحطوها فوق الدجاج المحمر، قلت لكم تقدروا تقدموها مع شحال من بلا. فوالا، ومن بعد كنت انا نحيت لها ديك الوريقه تاع الرند ونميكسي كامل هذا الخليط اللي درناه. ومن بعد كي نميكسيها لازم علينا نصفوها، وعلاش؟ باش تخرج لنا واحد لاصوص خفيفه ما فيها حتى حاجه، ما تلقاو البصل، ما تلقاو زروديه، ما تلقاو فريمون ما تلقاو والو. وتقدروا تحتفظوا بها في الفريجيدار حتى سمعنا العشر ايام، سا ديبون الا كنتي تستعمليها بزاف كيما العيد تقدروا تخلوها مده طويله. من جهه واحده اخرى خليت هذاك الجو تاعي يبرد مليح مليح، وهنايا جيت نخلطو. شوفوا كيفاش يجي خفيف، ما من اللون تاعو ماشي كيما تكونوا هذاك وين رحيتوه يكون باهت. ودوكا جيت ندريسي البلا ديالي اللي كيما قلت لكم هذا البلا فريمون تقدري تاكليه في اغلى المطاعم، بصوما بزاف غاليه، وانت تقدري تحضريه غير بشويه صرف. هذا ما كان حطيت لابيغي اليوم، شوفوا كيفاش درتها هكا تكون شاده روحها، ماشي هذيك تاع الميكسور، حطيت هذيك طرونشات تاع الطون. ومن بعد كي تشوفوا كيفاش راح نشبعها الخضره تاعي اللي تقدروا ميم تصوتيوها بشويه تاع الثوم ومعدنوسكم. انا درت هذه لاصوص لي قراب بنينه وتتلقى لكم واحد البنه، خليت الخضره تاعي هكذاك مفوره وحطيت فوقها هذيك لاصوص البنينه، يعني هكذا ما تحتاجيش انك يعني كيما نقولوا تصوتي هذيك الخضره. فوالا البنات، كيما راكم تشوفوا هذا هو البلا، ولا غير جاي شهيجه بزاف بنين، وفاروق ما خلى والو في طبسي، يعني كملوا كامل شهيدكم في الجنه. تقدروا تزيدوا شويه معدنوس، انا درت معدنوس يابس، تقدروا ديروا نتوما معدنوس هكا تقطعيه رقيق رقيق وتحطيه من الفوق، راح يعطي واحد المنظر بزاف هايل. شهيدكم في الجنه ان شاء الله. ودوكا مقعد غير ندير شويه هكا جو باش كيما نقول الواحد يبرد على قلبه. ولا غير شوفوا كي راني دوكا ندير في لافوا اوف، غير عاود تفكرت كامل هذا البلا وتشهيتو. سورتو هذاك الجو هكا يجي بارد يمسح لنا على قلبنا. هذاك الواحد واش يحب غير حاجه خفيفه تاع الصيوفي وتكون بنينه. وشوفوا متشدلكمش الوقت البنات، شوفوا لي برك هذاك الطون كيفاش جا البنات. قلت لكم غسلته مليح بالقارص، تقدروا الا ما عندكمش القارص تغسلوه بالخل باش هكا هذاك الدم تاعو كامل ينقص. ومن بعد كي ديروا له غير الملح فلفل كحل حتى ما كان، رمدوه في الفرينه، حطوا هذاك الزيت تاعكم وقلوه. هذا ما كان. ودوكا البنات على بالي كامل راكم تسناو تقولوا يا درا زهرة واش عندها اسكو طفل ولا طفلة، وكاين بزاف منكم اللي قالوا طفل. هيا دوكا نقرا كامل لي كومونتير تاعكم لتحت ونشوف اذا جبتوها ولا لا. لا سينو قبل هذا وقبل ما نخبركم حبيت نقول لكم بلي لقيت وحده تخدم لي كيك يهبلوا ميم تخدم لي غاتو تراديسيونيل، تدخلوا الانستغرام تاعها تضربوها بهبله. صدقوني يا البنات في حياتي ما شفت في نيسيون كيما هكذا، والبنه ما عندي ما نحكي لكم على البنه. تشوفوا الداخل كيفاش جايين معسلين والطرايا تخدم لكم باش حبيتو. واش نحكي لكم، مام لاير كيك هذاك مخدوم الداخل بالبندق باللوز بالجوز، المهم بنه خرافيه. صدقوني يا البنات لو كان ما شفت خدمتها تستاهل باش نبارطاجيها معاكم. والخدمه والاتقان والبنه ما نبارطاجيهاش كامل معاكم هذه العدغاس. شوفوا مع المهم انا نخلي لكم الانستغرام تاعها هنايا ونخليه لكم في صندوق الوصف، ادخلوا لعندها ديروا عندها ابوني على بالي جي نهار وين تسحقوها انيفيرسير الفيونساي تاعك، تبعتي راجلك يكموندي من عندها، عندك عرس، عندك مناسبه، حبيتي تخدمي لي غاتو، ديجا تشوفي هذوك الغاتوات تاعها فريمون تالمو الاتقان غير يجيك لونفي باش تاكليهم وتكوموندي من عندها ديراكتور. ادخلوا لاباج تاعها وشوفوا خدمتها. هذا واش نقدر نقول لكم على بالي بلي ما راحش كامل تندموا عليها. سينو البنات حبيت نقول لكم بلي عندي بنيته الحمد لله يا ربي،
وشوفوا الصدفة كيفاش جات اليوم مع يوم عرفة هكذا باش نبارطاجيها معاكم. وانتم ما تنساوش من جميع وحدة راهي حابة تكون أم ما عليها غير بالدعاء، وإن شاء الله ربي يحقق لها دعاء التحف في هذا اليوم المبارك. هذه هي البنات، وشوفوا لي داخل كيفاش تجي مع سلا شهيدكم في الجنة إن شاء الله، ونتلاقى في فيديو واحد.